منقول فيليب زيادي ما فينا ما نقول غير الرجل الداعم للبنان وللشباب بلبنان. هالرجل هو رجل أعمال لبناني أمريكاني، وبذات الوقت هو أنصل لبنان الفخري بولاية نيفادا يلي خبرني أنه تخرج من جامعتها وكرمته، وإن شاء الله دايماً بلدنا يكرم الأشخاص بنجاحهم قبل ما ماتهم. مؤسس ورئيس جروث هولدينج في لاس فيغاس، ناشط شؤون المغتربين، وهيدا شيء كتير بصر عليه دايما بمقابلاته لما بكون عم بسمعه انه هو بحب يدعم كلبناني مغترب الاشخاص بكل مجالات العمل وخاصة الشباب. وبحب اقول انه وجودك اليوم وتكرم بجائزة خاصة لنجاحك، بدي اقول كانت البداية رأس مال هبوصة هيك ولا كيف كانت؟ لا، هي النهاية. نهاية البداية كانت مثل كل شاب لبناني، صعبة، بتروح خايفة من شو الغربة، شو رح تواجهي هونيك. بس هيدا هو اللبناني، هيدا الـ DNA اللي فينا، القدرة على الاستيعاب، القدرة على تو أدابت بالكلتشر والكوميونيتي اللي أنت فيها، وبعد ما تعمل الأدابتيشن بتصيري تصنع الفرق. وبهذا الدرب كله بتصنعي نجاحك، يلي هو انا بالنسبه لي شق كبير منه هو بيرجع للبنانيتي. لبنان عطينا اكثر من ما نحن بنعرف او بنتصور. شو حلو اللي عم نسمعه اليوم. انا بدي اقول انه كان في مقابله لإلك حكيت انه لبنان خلاصه بالمغتربين، وبالتحديد شو بالمغتربين؟ ثروة لبنان هو بالاغتراب، وهيدا هو الثروة الكل اللي بنحكي عنها. يعني أنا بلبنان في ثلاث نقط خصوصا اليوم اللي عم بيقطع فيه لبنان، في ثروته الحقيقية هن ثلاثة، هن الثروة الطاقة الفكرية بلبنان بالخصوص الشبابية، بس التالنت اللبناني. اثنين هو الإدوكيشنال سيستم بلبنان يلي هو طورنا اللوجيك تبعنا، وأهم شيء علمنا هاو تو بيرفورم اندر بريشر. هذا اللي بينجحك بالحقيقه. واو، اوكي. سو بس انت تكوني مرنه هاو تو بيرفورم اندر بريشر، لانه السيستم كل عمره كان صعب وانفير، وكنا رح نتشكى منه، بس هو بالنتيجه هذا اللي بتاخذيه معك انت من الادوكيشنال سيستم تبعي. وثالث شيء المغترب اللبناني يلي راح تغرب تطور فكريا ورجع ليقدر يساعد لبنان. إذا بنقدر نربط هاو الثلاثة ببعضهم، يعني اليوم الاغتراب اللبناني يستثمر بالطاقات اللبنانية، لبنان اليوم ديسترست، ونحن كمستثمرين بتتنبشي على الماركتس ذات ار ديسترست لأنه يو جيت بيتر ديل اوت اوف ديسترست ماركت. بس إذا نحن لبنانية، نحن كنا منهم، نحن بنعرف هن شو، سو ليه ما بنرجع بنجي وبنستثمر فيهم؟ وهيدي هي أنا برأيي هالتشين. إذا بنقدر بنجيب هالاغتراب ثرو الجامعات نستثمر بشبابنا، بنقدر نعمل فرق كبير إن بثلاثة لخمس سنين اللي جاي. فيليب زياده من فتوح كسروان، شو بتقول لفتوح كسروان اليوم يلي بتقول لك نحن فخورين فيك بلبنان؟ بدي أشكرها، لأنه أنا فتوح كسروان هي اللي عملتني، أنا ربيت فيها، ربيت بفتوح كسروان قبل ما أتغرب، لأنه وخصوصا اليوم مع التكنولوجي والتطور بالحياه بتجي بتفكري شو بقى من نحن مين، لانه صار الكمبيوتر اذكى منك بكثير، بيبقى لك شو تعلمت بفتح كسروان وشو تعلمت هيك بكلهجه كسروانيه. ايش بدك بعمل لك لننهي لقائنا اليوم مع السيد النجاح سيد فيليب زياده. فخورين فيك بلبنان